انا عم اعيط مشان تسمعني ام 44 مرتي اللي جوا. لك ان شاء الله بتقبريني انت وصوت. لامتى بدي اصبر عليها؟ ما تقلعها من البيت بقى. قال لي عمرتي قريب. لك قلت لما اتفقنا انا وياكي تشتغلي مربي عنا. مشان المعاه؟ لا مشان كون معاه. اه تكوني معي وهديك ما كانت تفرقني اللي بيه. طيب ما عم تعطينا فرصة ابدا عم تبعدنا كثير. عم تشك بتصرفاتك يا روحي. هلا هاد لبس مربي ايها. ابي جسمك من الله. مرتي بتقلي المربية بتلبس فستان ب400 ليرة وانا بتشتري لي 150. طيب شو بدي ساوي مشانك عم بلبس هيك؟ والله مشاني مشاني العين تطرقها ولي على قامتها خربت زيتي. المهم يا روحي ازعلتي مني شي؟ لا انا ما بزعل منك بس تخلصي منها بقى. لك انتي روحي. ما عم تروحي من البيت ابدا ما عم تعطينا فرصة ابدا. شو هاد قليل الذوق؟ مو هي روحي انتي روحي انتي انتي. المهم هلا جايين عند استقبال. ايه يعني رح يصير معنا فرصة؟ طبعا الفرصة كبيرة بس يجوا لعندها زبوناتها رفقاتها هذول بيخلالنا الجو انا وياكي. بس بدي غوار صرفه من البيت. وينه شفتي لي يا شي؟ لا ما شفته ابدا. هذا ابني مقصوف الرقبة دخيل الله راح يطير عالي. هذا ابنك ومرتك ما اللي قدران يتحملهم بالبيت ابدا. طيب اسمحي لي صرف ابني بالاول. صرف ابنك وبعدين شفتي لي يا وينه؟ لا ما شفته كان عم يلعب بالحارة. شو عم يلعب؟ كان عم بيلعب. ان شاء الله لاحق لي البيمبو. ايه عم بيلعب. اصرخي لي عليه من الشباك انت رايحه وعملي لي فنجان قهوه من الايدين الحلوه. ايه ما بعرف وين محطوط البن. ايه لا دبري حالك بتلاقي. إيه؟ بس ابعثي لي غوار. ما بعرف وين البن محطوط. طيب بتدوري عليه. ها اجا اجا. روحي انت اعملي لي فنجان قهوه اوام. لا اخرب بيتك يا ابن ال... يا حبيبي انت من يوم ما اشتغلت هذيك الشغلة الوظيفة اللي استلمتها جديد بعد تتحبكت وين كنت لهلا؟ كنت عم بلعب بينج بونج بابي بالحارة. بينج بونج؟ شو شو هذا بايدها؟ راكيت بابي. لك شو راكيت عليها رغيف خبز؟ بابي الخشب ما عم يضاين. إذا الخشب ما عم يضاين بتلبسه رغيف مرقات؟ معقول يا ابني رغيف خبز يقاوم طابق؟ إيه بابا الرغيف الشامي عم يطرح زلمي ما حيطرح طابق. المهم أنا إجاني مكتوب اليوم البوسطجي سلمني مكتوب جاي من الإذاعة باسم غوار الطوشي. انت باعت مكتوب للإذاعة؟ ايه. عشان ايه؟ بدي غني بالإذاعة. الله لا يعطيك عافية. ليه؟ ليش بدك تغني؟ لك معقول يا ابني انا حسني الطوشي ابني يطلع مغني؟ يعني معقول من بيت الطوشي يطلع حدا يغني؟ يا سيدي لا تخاف على اسم العيلة. انا رح اغير اسمي احط اسم فني. شو راح تسمي حالك؟ شاديو. شاديو. لك انت محسب حالك صوتك حلو ممكن يمرق بالاذاعه او بالتلفزيون؟ ليش حتى ما يمرق؟ شو بصوتي؟ انت صوتك حلو؟ لا. شلون بدك تطلع بالاذاعه والتلفزيون؟ اللي بساعد نص المطربين بتعلم بالنوم. انت بتضل لاحق لي الشغلات اللي بلا طعمه هي. لك بعرفك زلمت شغلي وارتحت منك. شو صار معك لهلا؟ انا شغلي منون؟ لك بدي افهم الشركه شلون عينتك نائب مدير الشركه؟
على ايش؟ كان لازمهم واحد خبير. يا اخي العلي بس المشكله الوحيده اللي صفياني ايه العمال ما عاد تحبك. حاجه تاكل الركيز بكره بدك تلعب فيها. ايه العمال ما عاد تحبكوا معي ابدا. ليه؟ كان بالاول بالشركه اللي سطوي منيحه العمال. هلا كلمتك مو ماشي؟ هيك هيك بس تقريبا ماشيت مع اسمع السالفه يا ابي. ايه هذيك اليوم تخانقت لك انا واحد عامل. ايوه بعدت وراه اجى لعندي. بعرفك مشراني. ايه اجى لعندي. ايه من كلمه مني كبر كلام فشل. كلمه مني كلمه منه اتخانقت انا وياه. ضليت اضربه لحمرت رقبتي. بالاخير والله اتداخل المدير واتداخلوا الجماعه كلهم قال تعالوا لنصالحكم. قلت له والله ما بصالحوا. الا بالاخير مسكين زنت علينا. اجى العامل على عميد حار على ركبه وايديه لعندي مشان يحاكيني. شو قال له؟ قال لي اطلع من تحت الطاوله ولا طيب اطلعي. اعوذ بالله الدنيا رمضان استنيته لضرب مدفع راح لحاله. انا عم بقول لحالي لك يا ابني انا اهل الحارة ليش ما عادوا حاكوني. كل واحد بمرق من جنبه جارنا المختار وبيع الحمصاني كلهم هذول اللي متربي انا اياهم لما يشوفوني يديروا وشهم. عرفت كأنك انت ابني واستلمت الوظيفة كلهم عم يقولوا لي ريحتك ذات. طيب المهم هلا بالموضوع لامتى رح تضل على الحالة هي؟ انا ما صدقت انت ارتحت منك وتوظفت بلشت تمد ايدك على جيبتي وتاخذ مصاري. انا؟ نعم ان شاء الله اعدم مدير شركتي اذا كان انا مديت ايدي على ان شاء الله. طيب في كان 50 ليرة بدرج الكومدينة تبعي. ايه وينهم؟ ما شفتون. اخذتون؟ والله ما شفتون. عم بسألك اخذتون؟ والله ما شفتون. عم بسألك اخذتون؟ يا ابني والله ما شفتون. وينهم؟ ليكون هات روح دبر حالك خلي يبعثوا لك مصاري من لندن. انا لا تلحقني بقى ثاني مره مصاري مني ما في طالما اشتغلت هيك شغلي وسخه. شو بتأمر؟ لك انا مشتهي شي مره بحياتك انك تزق معي اساسا ما اخذوك بالشركه لانك اكبر كذاب. لك تزق شي مره بحياتك مشتهي تزق. لك يا ابني تزق لك يا ابني ما بتعرف انه الصدق من جاد. الصدق ما في مثله. لو كنت صادقني روحي بعطيك اياها بس كذاب انت. ايه سيدي ما تريد الا شيء ما تفضل. حضرتك مكذب علي كذبه كبيره كثير بزمانك. انا؟ نعم سيدي خليتني اخجل قدام رفقاتي بالحاره في اللول. انا كذبت عليك؟ كل رفقاتي بالحاره قال انا اجدب. بتحداك اللي كذبه. انا شو كذبت عليك؟ مكذب علي كذبه كبيره انت. شو هي؟ قل لك شو هي؟ ايه كل مره بسالك انا منين خلقت على الدنيا بتقلي من كيس لطحين. طبعا يا ابني اذا كان منين خلقت. طيب وابن خالتي احمد؟ لقيناه بكيس الفحم. طيب وبن جيراننا الصغيره نوال؟ بنت جيرانك الصغيره نوال اشتروها شروه من السوق. ايه سيدي بتريد اقول لك انا منين خلقت على الدنيا ولا خليك على اعماها؟ منين خلقت؟ انا خلقت من امي. طيب وضح لك اكثر؟ لا لا بدي اوضح لك. لا عيب رح اوضح لك. لك لا عيب من خاطرتك. يا مخاصرتها بسيطة. المهم هلا عرفت اني انا ما كنت عم بكذب عليك. شو بتريد هلا؟ ناولنا 50 ليرة هاد. ما في شري مثل ما قلت لك روح بعد جيب باللندن يبعثوا لك. اعطينا 50 ليرة بدنا نشتري بدله مشان العيد. ما في شري هني خليك سوق. اعطينا 50 ليرة الله يرضى عليك. ما في عم لك الله يرضى عليك يا ابي. ما في لو بتطق عيونك ما في مصاري. بسيطة ضربة تخلع رقبتك. يلعن أبوه. وين يا فوزية؟ لك تعي له صرفت وراح مكسور الخاطر. وين بنجان القهوة؟ ما لقيت البن. شلون ما لقيت البن؟ ما بعرف وانت بتغلي القهوة دايما. أنا المفروض أعرف وين القهوة ولا أنت؟ مو أنت اللي دايما بتغليها بغيبة ال إن شاء الله عمر القهوة ما تجي. إجوا ضيوفها لأم 44 مرتين. خلينا نجولك أنت روحي أنت حياتي. هاتي ها.
الله أكبر. إن شاء الله قليلة الحياة. 20 مرة قلت لك أبي غسلي ريحتك زفرة. يا أبي سلامات. سلامات. البيت كله زفرة، كله ريحته، أنت ريحتك كاز، هي ريحتها زفرة. شو الحالة؟ شو العيشة؟ يا أبي سلامات. سلامات. نعم. سلامات. سلامات. ليش رجعت؟ مو مشان شي حزير. أنت كنت طلبت مني 50 ليرة. لازم أعطيك ياهن يا ابني. لأنه بدك تشتري طقم ما؟ لا، بدي روح على السينما أنا ورفقاتي. معقول كمان؟ لا، أنت بحبك تكون ولد اجتماعي، خذ رفقاتك على السينما وصرف عليهم. خذ يلا. لا تنسى 50 ثانية. مش شو؟ بجوز نطلع من السينما نلعب بوكر. هيك معقول؟ مثل ما قلت لك البوكر كمان هذا من الاجتماعي. شغلة اجتماعية كثير. لازم تلعب بوكر، بس دير بالك ما تكون مثل. يلا حبيبي روح. لسه 50 يا بيس. بشرت؟ بلا. لا ما بعطيك. يا مو ما تقول لي يا مو. ما في. لسه 50. ما في. يا مو لو تطلع عينك ما في. لسه 50. يعني عم تهددني ليه؟ ما في. يا مو ما في. يا مو قولي اجت 44. الله يستر. نعم. على التليفون. مين بده يعني؟ اخوك. يلا مالي هو؟ ما بدي. قلت له هون كيف. طيب مالي هون؟ عيب. قلت له هون لازم تتكلموا. طيب تعا معي احكي مع عمك. لا خليه هون. روح احكي على التليفون. عمك على التليفون تعبان. لك امشي معي. معاود ماما شوي. لا لا يومي عزبك. انا ما احب يعزبك. لا تخاف لا تخاف. يلا روح على التليفون الصندوق. انا ما احب ينفرس هيكي. خلاص اترك على التليفون روح. وينك يا ولد؟ نعم. انا قلت لك الطرق من جات، بس الكذب الاصلاح جائزه. يا مو. نعم يا اخي. دخلك روح البني ادم شلون بتبقى؟ كيف يعني؟ يعني روح البني ادم ماكول لما منظور. لا ماكول ولا منظور. لكن شو شلون الروح؟ الروح لما بيموت الانسان تطلع روحه للسماء. هاي هي. عجيب. شلون روح ابي راحت على المطبخ تغلي له قهوه؟ نعم ستي. بيت لهون لقيته واقف هو المربي وحاطط ايده على خطره. وبعدين بعدين شو؟ انت صادق ولا كاذب؟ والله صادق. وعدت ابي ازدق شي مره. طيب هلا لما بيجي ابوك تحكي لي قدامه؟ طبعا. طيب طيب. ولا حالي. نحن فاضيين للزيارات هلا. روحي يا ستي حضري عشاء، اخي جاي يتعشى عنا. ايه طيب. روحي. تفضل تفضل. غوار. نعم. يا امي انت صار وقتك رفقتك. يا مو انا فتت لهون على غفله. يا امي رفقتك على بالك. يا مو انا فتت لهون على غفله. فات على غفله وارتعبت منه. ولا كلمه. يلا احكي احكي كمل. يا لقيته واقف هو المربي. ايه؟ يا غوار رفقتك بتحكي لها مو خلاص؟ قلت لك خلاص. انا ما بحب ابني يحكوا عليه. اسكت. يلا احكي لي كمان. بعدين لقيته حاطط ايديه على خصره. ايه؟ نعم على خصر المربي مو هيك؟ نعم. مضبوط. ضربه تخلع رقبتها. 20 مرة قلت لها بعد ما تجي الجليات تغسل ايديها، ريحتها زفره. بعدين المريول كان مفكوك عم بربطه كنت. لا كنت عم تكركره. شي حلو. شي حلو. بعدين يا يوم. يا غوار انت كنت طالب مني 50 ليرة تانية. لا مش لا. وينك؟ رفقاته عم يستنوه. يا حكي يا بي. بعدين يا مو. ايه. قربت امه من خدها. ايه. واخذ منها. يا غوار لك. إيه؟ يا ابني رفقاتها. يا بطول بالك. شوي احكي احكي. قرب بابا. قرب تمه. تعال هون. يا مو هون. انا هون. بابا قرب تمه من خدها واخذ منها. شو اسمه؟ شو اخذ منها؟ الله ياخذك. شو اخذ منها؟ لك طول بالك. والله نساني شو اخذ منها. يلا احكي احكي. وانا طولي بالك. هذيك اليوم شو اخذ منها يا غوار؟ ايه هذيك اليوم لما راح بابا على الشغل واجا جارنا لعندك شو اخذ؟ ايه بوسي.